يقول: رجل أدى العمرة في شوال ثم عاد بنية الحج مفردا، فهل يعتبر متمتعا ويجب عليه الهدي أم لا؟ أفتونا مأجورين. إذا أدى الإنسان العمرة في شوال فقد أداها في أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا أدى العمرة في شوال فقد أداها في أشهر الحج. ثم إن بقي في مكة أو سافر إلى غير بلده وأتى بالحج فهو متمتع، وإن سافر إلى بلده ثم رجع من بلده مفردا بالحج فليس بمتمتع. ووجه ذلك أنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر آخر، فإن الإنسان إذا عاد إلى بلده انقطع سفره، فيكون بذلك قد أنشأ للحج سفرا جديدا منفصلا عن السفر الأول الذي أدى فيه العمرة. وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني أنه لا يزال متمتعا ولو رجع إلى بلده ثم عاد مفردا. والقول الثالث أنه إذا سافر من مكة مسافة قصر إلى بلده أو غير بلده فإنه يكون بذلك مفردا وينقطع التمتع. ولكن ما ذكرناه من التفصيل والتفريق بين رجوعه إلى بلده وغيره هو الصحيح، وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، بارك الله فيكم.